啊。嗯 <laughs> يا فيكم مشاهدي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم ملهم عبر هذه الشاشة قناة اثراء من تلفزيون دولة الكويت معكم من جديد وناخذكم معنا ان شاء الله في هذه الرحله مع مخترع كويتي وايضا احد هذه النماذج الشبابيه المبدعه في مجال الاختراع اليوم معنا ايضا المخترع الكويتي اللي راح فيه باسمكم الاستاذ صادق قاسم حياك الله استاذ صادق سعداء بالقاء الله يحييك وانا سعيد أظن حياك الله يسلمك استاذ صادق ما شاء الله مشروع عليك يعني شاركت في العديد من المسابقات وحصلت على العديد من الجوائز ما شاء الله بدنا نتكلم عن يعني كم عدد برات الاختراع حصلت عليها عددهم الان والله ما يحضرني يعني كم. هم فوق العشره براءات اختراع اي براءات شهادات شهادات ايوه اه الدول اللي حصلت منها ميكا دول الخليج العربي م. او عفوا اه مجلس التعاون الخليجي كمكتب تسجيل براءات ايوه حصلت من المملكه العربيه السعوديه من الامارات العربيه المتحده حصلت من جمهورية الصين الشعبية ودي نتكلم أيضا عن أكثر اختراع تفتخر فيه الصادق أو تحب أكثر شنو القصة ولا اختراع هذا؟ أكثر اختراع الخيميائي 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 جدا جدا يعني أخذ من وقتي وأخذ من جهدي أربع سنين بس عشان أفكر شلون إني أسوي النموذج الأول الله إي والله وهي فكرة الوالد الله يعطيه العافية كان يواجه فيها مشكلة بالدوام م. فقال لي شنو طريقة حلها؟ قلت له والله يبقى لازم إني أشوف قال لي ما يصير هناك شنو ف... كانت المشكلة؟ اه... تحضير عينات النفط زين ويأخذون سامبل من الحقول ويدونها المختبر يقيسون في يقيسون نسبة الملح في النفط الخام. طيب. وفعليا ما اقدر ادخل هناك شو المشكله كانت بهال لا انا الحين بقول لك إيه؟ الموضوع يعني 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 يعني. انا فعليا ما اقدر ادخل هناك فتكلمت الجماعه في النادي العلمي الكويتي يا جماعه نبي بس تدزوا لي تصريح اني ادخل وعلا. واني اشوف وانا عضو في النادي العلمي الكويتي صار لي حزتها يعني تقريبا 10 سنين 12 سنه حلو فوالله دزوا تصريح ودخلت شفت عشان. المشكله التاخير في الوقت ياتي لسبب انه نفس التجربه <applause> يعيدها العامل آه ويكررها من 20 ل 60 مره العين نفسها لا مو نفس العينه آه عينات مختلفه بس نفس التجربه نفس الخطوات فهذا ملل يعني وبالتالي شنو بيطلع من التجربه انه يشوف نسبه القياس نسبه الملح في النفط الخام في كل راس بير او في آه كل آه عين بير توصل لهم للمختبر واضح فالنتائج هذه يعني تاثر على موضوع اتخاذ القرار عرفت انه أخل. والله البير هذا يقلل إنتاج آه زيد هناك حطه هنا كل ما زاد الملح يعني قلت يقل الجوده الجوده بس آه. انا ماني متخصص في هالامور آه هذه. آه. انا انا جاي يعني اشوف التجربات والتجربه فاللي صار هني طلعت فكرة ان اعزل العامل حط الماكينه يا سلام زين آه قياس الملح في العينه هذه لتحضير العينه مو القياس تحضير الوقت المستغرق كله ضايع في تحضير العينه خمس دقائق ياخذ عشان والله يحضر العينه بعدين يقيس نسبه الملح في النفط الخام واضح فاللي صار اني سويت هالماكينه هذه <applause> ولله الحمد بدل لا تاخذ خمس دقائق صارت اقل من دقيقه يا سلام. عرضت على تلفزيون قطر التجربه صارت في 56 ثانيه اقل من دقيقه اقل من دقيقه يا سلام 56 ثانيه طيب استاذ صادق يعني انت شاركت فيها في برنامج نجوم العلوم نعم شنو هذا البرنامج هذا؟ تكلم عنه اللي ما يعرفه والله اذا تبيني اشرح لك يعني برنامج نجوم العلوم وبسط لك هو ريالتي شو حاله حال اي برنامج يضم مخترعين فعاليات مو بس المخترعين يعني شايف برامج الواقع واضح. اللي على معروفة. ايوه التلفزيونات نعم العربيه معروفة هذا البرنامج العربي والعالمي الوحيد اللي يتكلم عن الواقع للمخترعين كان عالمي كان أه. لا لا ما كان عالمي أه. أنا أتكلم عن العالم كله ما في نسخة مثيلة مثله وابح. يعني في برامج الواقع في التلفزيونات العربية الأخرى منقولة من برامج عالمية م. لكن هذا البرنامج أساسا طالع من دولة قطر ما شاء الله ومشاركه فيه 7000 مخترع شاركوا فيه 7000 مخترع بالنسخه اللي انا فيها وطلعت ما شاء الله أول عليهم الحمد لله ما شاء الله تبارك الله لا مهندس ولا تخصص علمي الله. ولا شيء ممتاز فاصل راجع لك ان شاء الله, الله. فاصل وراجع لكم خلكم معنا يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام رجعنا معكم من جديد في برنامجكم ملهم ورحب من جديد بضيفي الفاضل المخترع الاستاذ صادق قاسم حياك الله استاذ صادق من جديد الله يحييك الله اه تكلمنا معاك قبل فاصل حول مشاركتك في برنامج نجوم العلوم ما شاء الله نعم. هذا التميز وحصدك المركز الاول اه طبعا يعني ايضا ودنا نتكلم عن الجوائز اللي حصدتها يعني استاذ اه غير هذا البرنامج برنامج العلوم. أه حصدت على أه يعني المجمل انا اقول لك 12 ميداليه ذهبيه في مشاركاتي في معارض الاختراعات العالميه ما شاء الله آه 12 ذهبيه فضيتين وبرونزية وحصلت على جائزه العبقريه من الجمعيه الهنغاريه للمخترعين 12 ما شاء الله اي 12 و... و... والتميز والتميز وعندك مالت قطر قلناها نجوم العلوم بالضبط بس اي طيب خلينا نقول يعني الوقت اللي تستغرقه في تطوير خلينا نقول هالاختراعات من الفكره الى ان تكون نموذج عندك ما شاء الله الخيميائي قاعد فيه اربع سنوات اربع سنين غير استاذ صادق كيف قاعد فيه؟ عندي منتج نزل بالسوق وحاليا ينباع في احد المنصات الالكترونيه في الكويت ومنطقه الخليج العربي آه، هذا المنتج هو الوحيد اللي لقى انتشار تجاري كبير لانه الوحيد اللي استثمرت فيه تجاريا واضح آه، اخذ مني تقريبا سنه وثمان شهور تطوير ما شاء الله إيه، سنه, سنة وثمان شهور بديت فيه من شهر اثنين 2016 نزل م. السوق سنه آه شهر 5 2018 طيب خلينا نقول اختلاف الوقت يعني اختراع ياخذ اربع سنوات اختراع ياخذ سنه بعض ياخذ سنه وثمان شهور الفرق بين ال... ليش كل اختراع يختلف زمنيا الاخر استاذ صادق يرجع على مجال ونطاق الابتكار او الاختراع نفسه، يعني آه مثلا اذا كان المج... في المجال الطبي، المجال الطبي تحتاج يعني تجارب تجارب, تجارب كلينيكيه على عزك الله على الحيوانات، بعدين تنتقل على البشر، آه بعدين آه يتم تصنيفها في دي FDA و... و... ومنظمات الدواء والغذاء. العرض جانبيه وامور كثيره. نعم، آه هذه شغله، الشغله الثانيه اذا انت مثلا اختراعك او ابتكارك في مجال الالكترونيات ايضا انت تحتاج وقت كبير على اساس ان الشركات تعتمد وتعطيه الاعتماد الاوروبي تعطي الاعتماد البريطاني مثلا ما شاء الله. على اساس انه يباع في الاسواق ويتم استخدامه واستهلاكه من يا خلال الناس جميل طيب استاذ صادق انت ما شاء الله اختراع واحد اللي يتحول معك الى شكل نهائي تسويقي لا نزلت لا لا لا. كم اكثر اكثر ما شاء الله تقريبا خمسه ما شاء الله طيب هالمرحله هذه ما شاء الله يعني شوفك ما شاء الله متميز فيها استاذ صادق يعني الحمد غير لله غيرك ما شاء الله يعني الله يوفقهم ان شاء الله الاختراع يبقى عند فكره او نموذج أو إن نعم ما يتحول يبقى إلى يبقى 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 كذلك لأنهم مرتبطين مع مؤسسات في الدولة أنا أه. أنا أتكلم أستاذ صادق ما شاء الله أنا لاحظ عندك ما شاء الله اختراع يعني المؤشر الضوئي تكلمنا عنه نعم في اختراع الكاشف الرطوبة ما تكلمنا عنه هذا سويته بسنة 2003 الفين 2004 الفين الفترة هذه وهو حق البيوت الذكية وتطبيقات البيوت الذكية ممتاز مم. 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 من خلال ان الشفاط ما يكون شغال 24 ساعه الكهرباء يعني مثلا وان كان الاستهلاك بسيط بس يعني على مدار السنه فاتورتك بتكون كبيرة بالضبط صحيح نحن إن شاء الله نكمل معك حلقة مقبلة أستاذ صادق يا الحديث معك لا ينتهي إن شاء الله في محاور أخرى تسلم وطبعا شعور سعيد. جميل الإنسان سعيد. يشوف هالمشاريع ما شاء الله تنتج وتكون بشكل نهائي بلا شك كل شكر لك أستاذ صادق شكرا لك, شكرا لك شكرا. أيضا شكر موصول لكم مشاهدي الكرام انتظرونا للحديث بقية في برنامجكم ملهم نقول لكم مع السلامة في أمان الله